انا جاي حطيت شي ناس هنا من حدا قريب لهذا الروغار هذا، حطيتهم زدت وتوشاتني هذا الروغار هذا خارج من التروطوار، مشاو ليا جوج بنوات. دابا حاله راه الكليان تا هما راه مشاو، بقيت واحد هنا جوج بنوات كندير لهم. وهادشي ديما كنوقعوا في هاد المشاكل ديال الحفاري وديال ديال هادشي ديال لي روغار، بحال هذيك ديال بنو باديس ديك خطره، وبحال اللي حدا لونج بلو الكبيره، راه بزاف خاص هادشي يتقاد. تابع لا راديرش، ايوا غاد نشوف غنجي سميتها ليه البوليس وغنديروا الكوستا، وغادي هذيك الساعه غادي نتبعوا الاجراءات ديالنا. هذه دابا راه جوج بنوات راه 1400 درهم هي قليله، من غير التوقف ديال العمل طبعا، والوقت ضاع علينا. وانا شايفور خدام بريس غادي خاصك ما تعطي البومبا مول الطاكسي، ايوا غتمشي انت بحال خارج الكاميرا وغادي بحالك بحال كيوقع هادشي ديما ديما كيوقع هادشي. اللي تهرب على سياره جاب فيها هاد الحديده، هاد الحديده راه ما بين هاد جوج البنوات راه دايرين واحد 120 الف فرانك، يعني عاد زيد التوقف ديالو زيد الروسيطه ديالو. وهاد الحالات راه ماشي فيها هادي، راه في الحالات دابا عندنا في الشوارع كاين شارع مولاي اسماعيل واحد الحفرات راه قداش. هادشي بغينا نعرفوا هاد الناس واش كاينين ولا ما كاينينش، هاد الناس ديال المزيس البلدي بغينا نعرفوا. هاد الطرقان هادي بالنسبه للاراضي جدي ما شافتهاش، هادي ما بانتش لها ملي كانت كتصب في التطوار، يعني هاد الكليان ملي جاو قال لك اودي حفظنا الله، هادي تقدر تقلبها هادي. الا كان جا الانسان ما غاداش يهرب تقدر تقلبه باي وسيله بسرعه، وكما بغات تكون غادي تقلب هاد السيد. حنا دابا كنطالبوا هاد الناس واش ملي بغا يصوبوا ما بانتش لهم هاد الحديده. أزيد راه كنعيشوا في واحد الحالات، راه ديما البنوات عاوجين عندنا ديما، لا سطوبات لا حتى شي حاجه ما كاينه في هاد البلاد. احنا ولاد البلاد، بغينا هاد البلاد واش ما كاينش اللي كيهضر عليها؟ راه قصد الناس المسؤوله اللي انتخبوا عليهم الساكنه المدينه الجديده، يعني راه كاين ميزانيات اللي كيخرجوا على البلاد باش تصاوب. هادشي راه الحاله دابا هو السائق دابا ما عارفوش مول الطاكس، كيعرف روسيتو كيعرف المازور، صافي هادشي اللي غايدير. اش غايدير لولادو دابا؟ لان واحد الناس كون ما جاش هاد الكليام دايرو غيقول لك اخويا ما نمشيوش من هنا. وحنا اتصلنا برجال الامن باش يجيو يشوفوا يعينوا هاد الحادثه. دابا هادي راه كتسمى حادثه، راه كان فيها غتوقع فيها بزاف د الحوايج. وكنشكركم بزاف. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.